حين او التركيز عليه من ضمنهم طبعا كان النائب عبد الله طريج. هل فعلا يعني هذا الامر هو اللي حسم نجاح النائب الدكتور عبد الله طريجي؟ لا هو شوف خلينا نكون واقعيين، يعني طبعا الدائره الاولى لها طبيعه خاصه في الانتخابات، وخاصه يطلع عليها يعني ان هناك يعني نوع من الطائفيه تسيطر على هذه الدائره. اللي حصل طبعا يعني وكله يعني الشكر والتقدير هو المحلل السياسي الدكتور عبد الرزاق الشاجي. الدكتور عبد الرزاق الشاجي ايضا متابع جيد للساحه السياسيه، فهو كان تحليله ان هناك ثلاثه من المرشحين قد تكون فرصتهم هي الافضل. طبعا ذكرني عبد الله طريجي واسامه الشاهين والدكتور محمد الكندري. طبعا الاخوان في الدواوين كان هنا ايضا لهم تجمع، يعني ان في عمليه ايضا بندعم مجموعه نجد ايضا فرص النجاح لديهم متوفره. ايضا لله الحمد كان ايضا اسمي من بين طبعا المتواجدين في جميع المناطق، يعني لما كانوا يشكلون اي قائمه او اي تشكيله اسمي موجود. لكن كاتفاق لم يكن هناك اتفاق، والدليل يعمل لوحده. والدليل على ذلك تفاوت الارقام، يعني انا بالنسبه للاخوان يعني الله يبارك لهم كانت ارقامهم بعيده كل البعد عني، وانا طبعا اخذت الرقم العاشر. هذا دليل على لم يكن هناك قائمه، ولكن كان هناك ايضا دعم من هو ليعطي الفرص للنجاح. نعم ممتاز ابو احمد، راح نكمل باذن الله تعالى، لكن ناخذ فاصل قصير. مشاهدي الكرام فاصل قصير، من بعده نتابع باذن الله تعالى. مشاهدينا الكرام رجعنا اليكم من جديد، حياك الله ابو احمد. يا هلا ابو محمد، حياك الله. ابو احمد قبل فاصل تكلمنا عن خوضك انتخابات في الدائره الاولى، وانا بسال يعني الامر اللي حصل في الدائره الاولى بالذات موضوع الطعون الانتخابيه، شو اللي حصل؟ يعني لماذا اكثر من دائره انتخابيه حصل هناك طعون انتخابيه؟ هل هناك يعني خربطه في عد الارقام؟ هل هناك يعني خلل حصل؟ شو اللي خلى اكثر من واحد يطعن في الانتخابات وبالتالي حصل الطعون كثيره خصوصا في دائرتك الدائره الاولى؟ انا اتكلم عني شخصيا، يعني نعم. انا للاسف الشديد يعني لقيت حرب يعني شخصيا علي غير عن يعني باقي المرشحين. حرب متعمده. حرب متعمده يعني في عمليه التشويه في اسمي، وايضا عمليه يعني بعض الاشاعات للاسف اللي خارجه عن يعني اخلاقنا ككويتيين ومواطنين، ولكن تحملت هذه يعني هذه الحمله. للأسف بعد ما أعلان نجاحي تواجهت بطعون، وأنا أكثر يعني نائب علي 7 طعون الآن يعني، ولقيت أن بعض الأشخاص طبعا دعموا يعني دعموا بعض الأشخاص في تقديم قضايا ضدي. نعم. ضدي شخصيا. والآن يعني أنا يعني طبعا نثق في قضائنا النزيه. طبعا بالنسبة للدكتورة معصومة، يعني أنا باعتقادي أن الفارق البسيط اللي كان بيني وبينها شجعها إلى أن تقدم الطعن، وخاصة أنا يعني ما ألومها ردة الفعل، يعني خاصة إن كانت في المركز الأول في الانتخابات في 2009. نعم. وكانت محققة يعني رقم 15,000 تقريبا. أيضا كانت الاستبيانات تشير أنها أيضا من الناجحين في المراكز الأولى. فلذلك طبعا تقدمت هي بالطعن. أيضا تفاجأت طبعا الأخ مبارك الحريص و الأخ المحامي واسمي أيضا طعونهم على أساس أن هناك يعني قد يكون خلل في هذه الأرقام. والله الحمد طبعا المحكمة حسمت الموضوع في عملية إعادة الجمع، ووجدت أن الفارق يعني من صالحي. ولكن عفوا نبي نركز على النقطة هذا الآن، المحكمة حسمت هذا الأمر حينما حسمت في عملية الجمع، يعني الجمع أني أنا اللي متفوق وأنا اللي نعم. طبعا في المركز العاشر. الآن أصبحت طبعا القضية منظورة أمام المحكمة في تاريخ 17/4. نعم. وبالتالي طبعا يعني جميعنا نحترم القضاء ونحترم نتيجة القضاء، لكن الأرقام تؤكد نجاحك. نعم تؤكد نجاحي، لا غبار على هذا. نعم. الموضوع. طيب أنت الآن ذكرت أبو أحمد موضوع الحرب الشعواء ضدك، و
وفعلا لاحظنا يعني، وصفت من احد يعني المراجع الدينيه في الدائره الاولى بانك محمد هاي في الدائره الاولى. لماذا هذا الوصف بالذات الذي لكن قالوا بدون لحيه؟ نعم، انا للاسف الشديد وجهت سؤال الى 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 وزير الداخليه وطلبت اعداد الجاليه الايرانيه في 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 دوله الكويت في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وهذا حق مشروع لكل نائب، وخاصه اني انا لي يعني من خلف هذا السؤال لي ايضا توجه معين. تفاجأت بعد هذا السؤال يعني للأسف في جميع المواقع من خلال التويتر يعني بعبارات لم نتعود عليها بالسب والقذف، وتوجه إلى محاولة تشويه سمعتي، وخاصة أن إحنا يعني أنت عارف هناك طعن، والبعض يحاول أن يستقل هذه الفترة بحاول إذا كان هناك إعادة الانتخابات أو ما شابه ذلك، حتى أيضا يكون أيضا محاولة أيضا تنزيل من شعبيتي اللي موجودة. وبالتالي طبعا علاقتي بالأخ محمد هايف يعني علاقة قوية، وصادف أن الأخ محمد هايف كان أيضا لا توجه أيضا في أعداد الجالية الإيرانية، وخاصة أيضا في المجال السابق، وبالتالي البعض أطلق علي لقب يعني محمد هايف، وبالتالي رديت عليهم. يعني في النهاية تشرفت إذا تشبيهي برجل فاضل مصلي يعني خايف الله، فبالتالي أنا أتشرف أن أكون يعني بمستوى هذا الرجل، وخاصة أني علاقتي في الأخ محمد هايف علاقة طيبة، ويعني أشكره دائما يعني يوجه لي ويقدم لي النصائح، وأيضا من خلال أيضا تعاملي ومن خلال تقدير الإخوان في كتلة العدالة والتنمية لعلاقة طيبة، وبالتالي بدأوا يضربوني مع يعني يشبهوني في محمد هاي، وأنا أتشرف بهذه التسمية. طيب أحمد، لماذا فتحت ملف العمالة الإيرانية بالذات؟ إيش معنى يعني اخترت هذه العمالة من بدء العمالات الأخرى؟ هني السؤال اللي يعني البعض يتساءل. أنا طبعاً وجهة نظري إحنا نعيش في 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 خطر، وبالتالي كانت لنا تجربة في الاحتلال العراقي، وأنا من خلال ما أشوفه الآن من خلال الوضع الحالي ومن خلال طبعاً احتلال إيران وتمسكها في الجزر الإماراتية، من خلال ضبط عدد من الشبكات التجسس في دولة الكويت، من خلال تاريخ سابق كان هناك أيضاً عمليات وقضايا تفجيرات داخل الكويت، وأنا يعني رجل أمن وعندي معلومات شخصية أيضاً أن هناك يعني مطامع لإيران، وبالتالي هذا حق مشروع، لأن في النهاية مواطن ومن حقي وجز له وينبه المسؤولين. والدليل على ذلك الآن الصراع اللي نشوفه، وعملية أيضاً استفزاز السلطات الإيرانية بين وقت وآخر لدول مجلس التعاون، نجد للأسف الشديد الآن الدعم المستمر للنظام السوري البائد واللي قاعد يقتل إخواننا المسلمين في سوريا، وبالتالي هذا حق الخوف حق مشروع لي. نعم. أني أخاف على بلدي وعلى شعبي، وبالتالي أنا مستمر يعني في عملية أن عندي شعور أن الوضع في علامة استفهام من قبل يعني الإيرانيين. هل البلد مخترق أبو أحمد؟ بما أنك يعني رجل أمن، ترى أن البلد مخترق أمنياً؟ نعم، البلد يعني مخترق أمنيا، والدليل على ذلك شبكات التجسس التي تم ضبطها في الفترة الأخيرة أكثرهم موظفين في مؤسسات الدولة. وين دور الحكومة في الجانب؟ ألا تعلم الحكومة بأن هناك يعني أخطار تحدق بها؟ من المفترض الحكومة وهي السلطة التنفيذية التي تدير هذا البلد أنها تكون أيضا يعني واعية للأخطار الموجودة، وإحنا نقول لهم إن شاء الله يعني يشوفون، وخاصة يعني درس الاحتلال العراقي درس لا يمكن أن ننساه طول حياتنا. نعم. وبالتالي خاصة أن الآن يعني البصرة أصبحت محافظة إيرانية، يعني الآن العملة الإيرانية تتداول في البصرة، وخاصة البصرة تبعد عن الكويت 120 يعني كيلومتر. طيب أبو أحمد، وصلت البرلمان وما شاء الله يعني إحدى المراكز يعني للدراسات وضعت النائب الدكتور عبد الله طريجي المركز الأول على مستوى طبعا أبناء على مستوى نواب الدائرة الأولى من حيث الأداء، ما شاء الله كان أدائك مفاجئ للجميع، والكل تفاجأ بهذا الأداء الغير متوقع. يعني كان نائب جديد عادة الواحد يتدرج، وبعد فترة يمكن بعد سنة سنتين يمكن الناخبين يعرفون هذا النائب، لكن ما شاء الله عيني عليك باردة، يعني انطلقت الصاروخ ما شاء الله في بداية العمل البرلماني، ويمكن هذا دخلك في متاهات. أتكلم على موضوع انضمامك إلى كتلة الأغلبية، لماذا النائب عبد الله الطريجي ينضم إلى كتلة الأغلبية؟ أنا يعني طبعا يعني كتلة الأغلبية فيها أسماء
يعني اسماء يعني يعني يجب ان نحترمها، قدمت للعمل السياسي الكثير، وبالتالي وجدت ايضا عندهم الحماس في عمليه ايضا خدمه الوطن، وخاصه ان يعني عمليه حل المجلس كان للاخوان اغلبهم اللي في الاغلبيه كان لهم دور ايضا في عمليه رحيل أسوأ مجلس مر على الكويت وايضا أسوأ حكومه مرت على الكويت. وبالتالي اتشرف لما نتعامل من ناس هدفهم مصلحه الكويت والمواطن الكويتي، وبالتالي انا انسق معهم، قد اختلف معهم في بعض الامور، ولكن في النهايه يعني نتفق على حبنا للكويت والعطاء للكويت. لماذا أبو أحمد صوت للنائب أحمد السعدون؟ شو اللي رأيته بأحمد السعدون يعني لدعمه والتصويت إليه؟ يعني طبعا أحمد السعدون يعني شهادتي في مجروحة، وهو رمز من يعني رموز العمل السياسي بالكويت، وأنا أجد يعني إن 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 أحمد السعدون هو الأفضل خلال هذه الفترة القادمة، وبالتالي يعني يجب أن تتجرد من خلال يعني مصلحة الكويت، وبالتالي صوت لمصلحة الكويت. طيب الآن يعني بداية اجتماعات يمكن كتلة الأغلبية أبو أحمد، كان هناك دعوة إلى التهدئة والتركيز على المشاريع أو مقترحات القوانين لإقرارها، لكن شفنا الفترة الأخيرة يعني كأن كتلة الأغلبية جنحت إلى التركيز على الشق الرقابي أكثر من الشق التشريعي. ألا ترى نوعا ما في هناك يعني انفراط شوي في الكتلة في التعاون فيما بينها، خصوصا البعض بدأ يتجه إلى محاسبة الحكومة، رغم يعني الحكومة لم أشهر قليلة يعني منذ تشكيلها؟ أنا هو الكتلة اللي فيها 35 هي مجموعة عن بعض طبعا التيارات وبعض الكتل وبعض المستقلين، وخاصة يعني بعض الأخوان أيضا لهم يعني وجهة نظر في عملية الاستجوابات ويعني آلية الرقابة، وهذا حق مشروع لهم. احنا طبعا لما نجلس دائما يعني نتفق ايضا يكون ايضا عمليه الاستجوابات يجب ان تكون مدروسه وايضا يكون فيها تنسيق، ومثل ما تفضلت اخوي محمد يعني احنا يعني نتمنى تكون الانجازات هي المسيطره خاصه في الفتره الحاليه. ايضا وجدنا من خلال بعض الاستجوابات تفهم البعض يعني من خلال ما يطرحه الاخوان، ووجدنا التنسيق في عمليه ايضا تاخير بعض الاستجوابات، خاصه يعني الدكتور عبيد الوسمي والاخ محمد هايف، فبالتالي ايضا هناك ايضا تفاهم يعني بيننا، ولكن انا وايدك يعني الفتره القادمه يجب ان يكون هناك يعني انجازات افضل، وخاصه ان الشعب الكويتي يتطلع الى هذا المجلس. هل فعلا يعني نواب الاغلبيه هناك باجتماعاتهم يتفقون على هذا الامر، ام أن كل كتلة تنفرد يعني باتخاذ قراره، خصوصا قاعد نشوف أبو أحمد الكل قاعد يعلن يهدد بتقديم استجواب، هل هناك يعني من داخل الكتلة النواب يدعون إلى تركيز على الجانب التشريعي أكثر من الرقابي بحيث يضغطون على زملائهم في الكتلة؟ أنا من خلال الاجتماعات وجدت يعني الإخوان عندهم التفهم كثير من اللي طبعا يعني لوحوا في الاستجوابات. نعم. هناك أيضا عندهم أيضا تفهم من خلال ما يطرحون إخوانهم في من خلال الاجتماعات. نعم. والدليل على ذلك التجاوب اللي حصل من الدكتور عبيد والأخ محمد هايف في عملية تأخير هذه الاستجوابات لأن نشوف يعني أيضا معالجة الحكومة لبعض القضايا الحساسة. طيب هل من منطق أبو أحمد أن تحاسب حكومة خلال أشهر قليلة؟ ألا يفترض يعني يمكن في مجلس 2009 كان لقاء لسمو الأمير مع النواب، طالبهم على الأقل 6 أشهر إلى سنة أعطى الحكومة فرصة، الآن ما شاء الله يعني الحكومة أول شهر على طول تهديد الاستجواب، ويمكن قدم استجواب من النائب صالح عاشور لسمو رئيس مجلس الوزراء خلال أقل حتى من 40 يوم من تشكيل الحكومة الجديدة، وبالتالي لماذا لا تعطى الحكومة الفرصة المناسبة؟ يعني كل النواب يريد أن يحاسب خلال أشهر معدودة، شنو الهدف يعني التسابق بهذه الاستجوابات؟ أنا طبعا شخصيا مع مثل ما تفضلت أنا يجب أن تأخذ الحكومة حقها أيضا في العمل، وبالتالي يعني تحاسب بعد أن تكون أيضا المراقبة الدائمة لهذه الحكومة، وخاصة مثل ما تفضلت أن يعني نجد سمو رئيس الحكومة أبدأ استعداده وتعاونه مع الإخوان في مجلس الأمة. للأسف الشديد هناك طبعا الإخوان مثل ما يطلقون على نفسهم الأقلية يعني وجدنا أيضا عندهم استجوابات متكررة واستجوابات يعني للأسف حتى
حتى محاورها يعني ركيكة. والدليل على ذلك أن الآن يعني استجوابين فشلوا ولم يحظوا أيضا حتى بوصول 10 في عملية طرح الثقة. نجد أن البعض للأسف قاعد يحاول يعطل يعني العمل البرلماني ومجلس الأمة مجازات من خلال استجوابات، وخاصة الأغلبية أعلنتها على الملأ أنهم مستمرين في هذه الاستجوابات. احنا طبعا الإخوان في الأغلبية نجد يعني بالتنسيق